فرحة عارمة، المشهد مشهد استثنائي لم يسبق له مثيل. هل يمكن أن نشاهد الصورة من خلفك الخليل؟ هناك احتفالات واسعة في الشوارع، الصورة مثيرة للغاية من خلفك. زميلي الآن بصدد تحريك الكاميرا، بصدد تحريك الكاميرا لننقل جزء من الاحتفال هذه الليلة في أكبر مدن المغرب. الأناشيد الوطنية، الأعلام الوطنية، الكل يعبر على طريقته بفرحته. الرقص من أساليب التعبير عن هذه، والغناء من أساليب التعبير لدى سكان الدار البيضاء. نحن كما نلاحظ هناك إجراءات أمنية في مختلف أنحاء المدينة لتنظيم حركة السير، وهي صعبة في هذه الليلة الاستثنائية في الدار البيضاء. إذا كان يمكن أن تقول لزميلنا مصور نقل الصورة مرة أخرى، لأننا أمام لوحة فنية كبيرة من الاحتفالات في الدار البيضاء. إذا ممكن زميلي تحريك الصورة، نحرك ليرى المشاهدون الشارع، ليرى المشاهدين الشارع، وبعد ذلك تعود أيضا إلى الحشود التي اجتمعت في الساحة المقابلة لباب مراكش. كما ترون هذا الشارع الرئيسي في منطقة باب مراكش. إذا ممكن تقترب أكثر، إذا ممكن حاول. الآن هذه الحشود التي وصلت إلى قلب الدار البيضاء مرشحة لأن تزداد بحشود مماثلة أو أكثر خلال الساعات القادمة. نعم، هذه صور خاصة لنا مع مراسل عربية زميل خليل ولد جدود من قلب مدينة الدار البيضاء، وهي إحدى المدن الرئيسية في المغرب، حيث هذه الاحتفالات الواسعة والحشيدة. زميل الرشاد، تركيز على الناس، على الناس، تركيز على الناس، تركيز على الناس، والانتقال من الساحة إلى الشارع الذي يمر من أمام باب مراكش. نحن في قلب أكبر مدن المغرب. سكان البيضاويون، سكان الدار البيضاء يعتبرون أن المغرب، أن منتخب المغرب، ممثل المغرب في هذا المونديال لم يخيب آمالهم، أنه كان عند مستوى تطلعات المغاربة. كان هناك جهد كبير سبق هذه المشاركة المغربية الاستثنائية في مونديال قطر. لاحظنا اهتماما رسميا على أعلى مستوى بتشجيع المنتخب المغربي وبمواكبته. هناك فرحة عارمة ليست في الدار البيضاء فقط، وإنما في كل المدن المغربية، حتى في مدن الصحراء. التقارير التي تصلنا من العيون ومن الداخلة ومن السمارة تحدث عن فرحة عارمة وعن احتفالات شعبية غير مسبوقة. كما تلاحظين الكل يرتدي الأعلام الوطنية، وهناك كثيرون أيضا يرتدون الأزياء التقليدية، والكل يعبر بطريقته عن فرحته. صورة رائعة. هذا النصر التاريخي. نعم.